انا حازم عثمان، النهارده هشرح لكم تريكايه بسيطه قوي في ادوبي الستريتور، هتعلمك ازاي تفك اي لوجو حتى لو كان صوره مقفوله كده للايرز وتلونها براحتك يا باشا وتعمل اللي انت عايزه كله. يلا نبدا، يلا بينا. بسم الله. اولا احنا بنجيب الصوره اهو، دي صوره جايبينها من على جوجل، لان احنا مثلا في ناس كتير بتبقى بتحتاج تشتغل ومش عندها اوبشن انها تستخدم شاتر ستوك او مثلا حاجات اللي هي زي فري باك مثلا، ما بتدكش الاوبشنز اللي انت عايزها كلها، فبتضطر ان انت تجيب حاجة يا اما ترسمها بايدك يا اما تفكها من الاول، يا اما لو مش عارف توصل لها يعني بتقعد تتعب شوية قبل ما مثلا بتوصل لحاجة انت عايزها. فهديك النهاردة تركاية بسيطة مكونة من خطوتين، انك تفك الصورة اللي قدامنا دي لمجموعة لايرز تقدر تتحكم فيها براحتك. هي طبعا دلوقتي عندنا هنا في اللايرز اهو الصورة مقفولة، يعني مفيش فيها اي حاجة. نفتح ويندو وبعد كده نختار image trace. تمام، الايمج تريس ده وظيفته ان هو يتراك الحاجات اللي جوه الصورة ويفكها لك. تمام، بالعامية كده. يبقى احنا هنعمل ايه؟ اولا هنقول له هو مش هيبقى ديفولت بعد ما احنا نغير في الحاجات دي. طب الحاجات دي عبارة عن ايه؟ اول حاجة الفيو، انا عايز التريسنج ريزلت اشوفه بعد ما يخلص، يعني بعد ما يحصل، فهسيبها زي ما هي. تمام، هنا الصورة المود بتاعها مش بلاك اند وايت، الصورة ملونة، فاحنا هنختار كولر. تمام، وهنعلي الكولرز دي على الاخر. هو انت مبدئيا الويندو دي لما تفتح عندك لاول مرة هتبقى كده، شكلها كده، يعني هتبقى مقفولة بالشكل ده كده، مش ادفانسد، وهنعرف ليه دلوقتي. تمام، لو احنا واقفين على اللاير ده وفاتحين الايمج تريس هتبقى منوره معايا كده، لو انا مش معلم على حاجه الايمج تريس هتبقى مطفيه زي ما انت شايف كده. لازم ادوس على الصوره عشان تشتغل معايا، وكل مره هتديك نفس الاوبشنز من الاول تاني. طيب المفروض اختار ايه؟ المفروض اختار هنا كولر عشان هي ملونه، لو ابيض واسود هختار عادي بلاك اند وايت. تمام، مش هخليها ليميتد، هقول له خليك يا فول تون يا اما اوتوماتيك. هنجرب كده ونجرب كده، بس انا عشان عملت تيست بيها فهقول لك الفول تون تحفه، يعني بيطلع لك حاجات ممتازه. تمام، وبعد كده هقول له تراس قبل ما العب في اي حاجه هنا، هقول له تراس كده عشان نشوف الدنيا رايحه فين. بسم الله. تمام، احنا دلوقتي مش عارفين ايه اللي حصل اصلا، يعني احنا هنعرف امتى؟ هنعرف لما نروح على قائمه Object. يعني احنا دلوقتي خلصنا حتة ان احنا فصلنا الصورة. تمام، طيب انا هروح على Object عشان اعرف الصورة اتفصلت ازاي. هروح على Image Trace تاني اهو، Expand اهو، شايف ايه اللي حصل بقى؟ بص معايا كده، كده تقريبا بقت كل حاجة عبارة عن Layer. تعال نبص هنا اهو، الدنيا بعد ما كانت صورة مقفولة بقت كل حاجة عندك عبارة عن لير. يعني مثلا الأبيض اهو، ادي الأبيض لوحده، تقدر تغير لونه؟ اقدر اغير لونه جدا عادي، اللي انا عايزه، الدرجة اللي انا نفسي فيها. طيب كل اللايرز كده؟ كل اللايرز كده اهو، ده كده وده كده. انا مش بس اقدر اتحكم فيها كده، لا انا كمان ممكن اصغر حجم اي حاجة عادي واكبرها، اقدر اخرج اللوجو مثلا من غير باك جراوند. فاهمني؟ اللي هو انت عندك اوبشنز كتير قوي تعملها، يعني شوف انت نفسك في ايه، او انت اصلا كنت جايب اللوجو صورة عشان تفكه تعمل بيه ايه. طيب انا خلصت مثلا هنا وطلع اللوجو الكواليتي بتاعته حلوة، طب انا ليه هنا اللوجو طالع معايا الكواليتي بتاعته مش حلوة؟ عشان حركت الادفانسد اوبشن، الباسز والكورنرز والنويز، كل الحاجات دي لما بتغير فيها بتطلع لك نتائج تانية كل مرة. عشان كده قلت لك في الاول، اول ما اتكلمنا في اول تباية قلت لك خليهم زي ما هما، ما تغيرش الحاجات دي عشان هتديك نتائج تانية خالص كل مرة. طيب تعالى نعمل تجربة سريعة تاني على برجر كينج، هندوس على الصورة. تمام، هنعلي بس، هنقول له هنا color
ونعلي الكولر للآخر ونقول له هنا ايه، حد فاكر؟ فول تون. ماشي، هقول له تريس تمام. هنا هو اهو، بص بقى مطلع لي النتائج اللي لسه بقول لك عليها من شويه. هو ده اللوجو القديم بتاع برجر كينج تمام. بص طير لي حاجات ازاي. هنا بقى ابدا اديله اوبشنز تانيه. هو انت كل لما تيجي تحرك هنا، عايز اقرب لك دي شويه كده، هنا كل لما تيجي تحرك في الباصز هنا كده والكورنرز، هو هيديك يعني كل حاجه انت هتعملها هنا هيديها لك اوبشن. تعال نشوف بعد ما اللودنج يخلص هيدينا اوبشن عامل ازاي. اهو هو بدأ يتحسن شويه، هو بيزود لي الباسز. يبقى انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ اشيل بريفيو دي عشان ما يفضلش كل خطوه يوريهاني، واقوم رافع له الكورنرز على الاخر والباسز على الاخر، وربنا يستر. تعالوا نجرب، تعال نقول له تراس الاول. هو بص بيطلع لك في المره، بص كام باس بيقراه، شايف قاري كام باس معاك، شايف قاري كام كولر معاك لما قلت له فول تون. دي الانكورز اللي هو شايفها. الموضوع فيه تفاوت، يعني انا حبيت اوريك لوجوهين عشان في ناس ممكن تكتب لي في الكومنتات ان بتواجهها مشاكل زي دي، فاهم قصدي؟ بس انا هديك برضو حاجه تحل لك الموضوع ده. لو انت شايف ان النتائج اللي بتطلع قدامك دلوقتي مش مرضيه بالنسبه لك ومش حلوه، رجعه على الديفولت بتاعه، بس قول له كولر. بص هو فككها لك على الديفولت بلاك اند وايت، تحفه ما فيهاش غلطه. الايمج تريس يا جماعه فيه تريكات كتير، يعني انا بحاول اشرحه لك بالتفصيل اهو. ممكن نقول له اجنور وايت اللي هي هنا دي، لو قلنا له اجنور وايت هيطير لك اللي ورا ده، بيخلي لك اللوجو سيلويت. اوبا بص النتيجه بتاعت الديفولت بقى، نتيجه الديفولت طالعه حكايه يا جماعه. طيب تعالى بقى نخرج الكلام ده، نقول له اوبجكت، انتوا حافظين الخطوات، ايمج تريس اكس باند 100 100. انا لو يعني احنا المفروض يعني كنا احنا نسينا، بس نقول له ايه، طير لي الابيض لو انت مش عايز الابيض طبعا. تعال نفتح كده نشوف. تمام، فكهالي يعني ولا اجدعها اي اي. الموضوع يعني تركها بسيطة وسهلة. حسيت ان انت النتائج طالعة معاك كده، جرب تاني يعني، ما تسيبش نفسك وتقول طب لا انا هروح اجيب السموز، اصل انا ممكن اظبطها كده، امسك اي لاير من دول واروح اجيب السموز وامشي معاه واحده واحده كده، يقوم عادل لي الخط وافضل بقى ايه يعني. ده هيجيب لك شلل يعني، فاهم؟ انت كده مش هتخلص. انا عايزك تبقى اسرع، وعايزك تحس ان الدنيا ابسط، وزي ما كل واحد ليه طريقه في شغله، خليك انت كمان ليك طريقتك في شغلك. اعتقد ان الطريقه دي سهله وهتفيدك، سواء انت كنت جرافيك ديزاينر او فيديو اديتور بتحاول تستخدم لوجوهات في الانترو والاوترو بتاعتك. وبس كده، احنا النهارده خلصنا التركايه بتاعه الاسليتور، وفي نهايه التبايه عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتكتب لي في الكومنتس لو انت عايز اي حاجه اشرحها لك او حاجه تفهمها. وما تنساش اهم حاجه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله.